نظم طلبة قسم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 وقفة تأبينية للراحل الدكتور أحسن حمران، وتخليدا لذكرى الفقيد تم تأسيس نادي أفاق الإعلام الذي حمل اسم الدكتور الذي تميز بحسن السيرة والمعاملة وبشهادة الجميع. نتابع. فأخذ من الألف الألفة، ومن الحاء الحماس والحب، ومن السين السمو والسعادة، ومن النون النضال والنصر. هي أحرف شكلت اسم الإنسان ليس ككل إنسان. أحسن حمران أستاذ عرف بحسن خلقه وصفاته الحميدة بين كل من عرفوه. كان أخاً لا أستاذاً، زميلاً لا مسؤولاً. أبت كلية الإعلام إلا أن تستحضر ذكراه الخالدة في تأبينية حضرها إعلاميون، أساتذة، طلبة وأفراد من العائلة. رحل وترك العمل الطيب، السيرة الحسنة والسرير النقية، رحمه الله وأسكن فسيح جنانه. رحل ولكن الذكرى لا ترحل. كان نعم الأخ، نعم الرجل الطيب الخجول الذي كان بقلبه الطيب والواسع أن يلم جمعنا وأن نتجاوز كل المحن وكل الصعوبات في مهنتنا. التأبينية التكريمية على روحه هي من تنظيم وإعداد الطلبة ثم عقول الطلبة الذين تفانوا يعني في تنظيمها، ردا للجميل وردا للأثر الطيب الذي تركه في نفوسنا. وطبعا الراحل الدكتور حسن حمران كان يعمل في صمت ورحل في صمت. تأبينية نظمها طلبة قسم الإعلام تكريما وعرفانا بالجميل، جو امتزجت فيه الأحاسيس المتناقضة، حزن على الفقيد وامتنان بما تركه لنا من ذكريات جميلة. هو يعتبر ماهوش يعني صديق، ولكن أكثر من صديق، رفيقي وزميلي وعشرة عمر. حسن خلى فراغ، فراغ كبير. أخلاقه كانت تتعالى أخلاق الكثير منا، وكان دائما في الاستماع إلى همومنا سواء المهنية بل حتى الاجتماعية. كنت أنا شخصيا أشتكي إليه بعض القضايا الاجتماعية، أنني كنت أعتبر أن ما يقوله المرحوم عين الحق وعين الصواب، وكان دائما يميل إلى الحلول السهلة، الحلول المرضية، الحلول الأخلاقية. ترك أثراً طيباً في نفس كل شخص عرفه، وبصمة مميزة في كل ركن من أركان كلية الإعلام والاتصال. وخير دليل على أخلاق الأستاذ وعلى مساره وعلى اعتنائه بالعمل البيداغوجي والعمل الإداري هو هذا الحضور الغفير للطلبة وللأساتذة وللإداريين ومن محب الأستاذ. كان إنسان قبل ما أن يكون أستاذ، كان داعم، كان سند، كان متواضع، خاصة الاحترام، يعني كان حتى الثقة، ثقة متبادلة إلى أبعد الحدود، كان ناصح، كان يعني هو السند تاعي داخل الجامعة. رحم الله فقيد الكلية، فقيد الجامعة، فقيد الكل. تركت خلفك أبناءك الطلبة ليحملوا المشعل اليوم ويواصلوا الدرب على خطاك.